كربلاء كنوز أثرية ومعالم حضارية مهملة مع الأسف الشديد. واحد من هذه المعالم الأثرية هو خان النخيلة الأثري، أو ما يسمى بخان الربع، لأنه يقع في ربع المسافة بين كربلاء والنجف. وهذه الخانات معروف تاريخها أنها هي عشرات الخانات بل مئات الخانات، ممتدة على مسافة بعيدة في العراق وخارج العراق. كانت الناس تأتي لزيارة الإمام الحسين وزيارة الإمام علي في النجف، وكانت تأوي إلى هذه الخانات الأثرية، يعود تاريخها إلى مئات السنين. ارتأينا أن نبعث الحياة في هذه الخانات المهملة. اليوم الهدف الأسمى من إقامة هذا المهرجان هو سحب الإعلام إلى هذه المنطقة التي ربما مهملة لتسليط الضوء عليها. كربلاء تضم الكثير من الأماكن التراثية والأثرية التي تحتاج إلى رعاية واهتمام. اليوم عندما تجد أن المثقف الكربلائي يعرض منتوجه الأدبي والثقافي عبر الكلمة الشعرية وعبر اللوحة التشكيلية وعبر الصورة الفوتوغرافية وهذه الأزياء المتنوعة، إنما يرسل رسالة للجهات المعنية بأنه لابد من أن تكون اهتمام بهذه الثقافة.